السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام، حياكم الباري. الخلية التي تشاهدونها الآن والتي أقوم بالفتح عليها هي خلية يتيمة قمت بتقسيمها البارحة أو اليوم الذي قبله، مش متذكر. عموما أنا اليوم راح أراقبها وأتأكد من أنها ليس لها أي فرصة في إنتاج ملكة. كيف ذلك؟ سنشاهد مع بعض. هذا الإطار الذي أستخرجه هو الإطار الخاص بالتطعيم، سوف أقوم فيه بعملية التطعيم لاحقا طبعا، لكن قبل ذلك سوف أضعه على حدة وأذهب إلى الإطارات المتبقية، الإطارات التي فيها الحاضنة. سوف أتأكد أنه ما فيهاش بيض، ما فيهاش يرقات مفتوحة صغيرة السن، وما فيهاش أيضا بيوت ملكية. يعني باختصار أنا أريد لهذه الخلية أن يعني أن تفقد الأمل نهائيا في إنتاج الملكات. كيف ذلك؟ بالمراقبة الجيدة والفحص الجيد. على كل حال كل واحد طريقته، يعني هذا مش قانون، أنا طريقتي هكذا، أنا أعمل هكذا. النحل عندما يكون يتيم يكون نوعا ما قلق أو شرس، فأنا أستخدم قليل من الدخان. هنا كما تلاحظون وجدته قد بدأ في تربية البيوت الملكية، فأنا أقوم بتخريبها. غالب الأمر البيوت تكون على الجوانب، لذلك الإنسان يرد باله أو يكون حريص جدا في مراقبة هذه الأماكن. استعين بالدخان هكذا، ضربات خفيفة من الدخان تجعل النحل يبتعد عن حواف الإطار، فتظهر لك وتلوح لك البيوت التي قام بتربيتها. وهكذا بحركة بسيطة كما تشاهد تقوم بتخريبها بكل سهولة. طبعا في الوسط لا توجد بيوت ملكية لأن الحضانة كلها مغلقة، كلها محمصة على وشك الخروج. الحضانة هذه لديها دور كبير جدا، لأنها عندما ستفقس سوف تقوم بتغذية الملكات والعناية بها. الآن الإطار الثاني، دائما قليل من الدخان لأن النحل شرس نوعا ما لأنه يتيم. انظروا قفازاتي سوفيستيكي. هذا الإطار أيضا هو إطار مبني حديثا، فيه حضنة ذكور وفيه حضنة مغلقة وفيه بعض البيوت الملكية أقوم أيضا بتخريبها، لكن غالب الأمر لاحظت أنه في وسط الإطار هنا في هذه الدائرة، داخل الدائرة التي أشير إليها بيدي، توجد بعض البيوض وبعض اليرقات المفتوحة، وهذا سيتيح لهذه الخلية أن تربي منها ملكات. لذلك أنا سوف أستبعد هذا الإطار، سوف أقوم بنفضه باستخدام قليل من الدخان هكذا حتى لا يبقى النحل متشبث بالإطار. قلت لكم أنا هذه طريقتي، يعني أنت استخدم الطريقة التي تناسبك. أقوم بنفضه كما نشاهد وأعطيه لخلية أخرى من باب أن أدعمها أو أقويها باستخدام هذا الإطار. المهم هكذا، يعني الإطار هذا الذي سأرفعه الآن خلاص هو مستحيل أن النحل يربي منه ملكات. هذا الإطار الثاني الذي أرفعه الآن، نعم هو إطار من المخزون. نعم إطار من المخزون، فيه كما نشاهد هنا حبوب لقاح وعسل، وهذا ضروري جدا. يعني الخلية التي تربي الملكات لازم يكون فيها عسل، لازم يكون فيها حبوب لقاح، لازم تكون فيها حضنة صغيرة السن، ولازم تكون فيها كثافة نحلية جيدة. الإطار الأخير هو إطار فارغ فيما يبدو. نعم هنا هذا الإطار هو إطار أخرجته من خلية ممتازة، خلية ذات مواصفات جيدة. سوف أحاول أن أقوم بعملية تطعيم من هذه اليرقات، أقوم بنقلها إلى الكؤوس البلاستيكية، هي أسفل في الأسفل هنا. طبعا تستطيع أن تقوم بالتطعيم هكذا في الخارج عندما يكون الجو دافئ وما فيش رياح، ما فيش نسمات باردة، فتقدر تقوم بالتطعيم عادي، يعني ما فيش إحراج، مش شرط تكون في الغرفة أو داخل سيارة أو في مكان مغلق. طبعا العملية تحتاج بعض الدقة وبعض التركيز، أنا هنا فقط من أجل التصوير قمت بهذه الطريقة، ولكن لولا الكاميرا لكانت العملية سريعة. كما نشاهد أقوم بوضع اليرقة في العين البلاستيكية، في الكأس البلاستيكية، وأغطيها على أشعة الشمس باستخدام قطعة القماش حتى لا تتأذى اليرقات من الضوء الساطع. طبعا كل البيوت البلاستيكية سأقوم بتطعيمها،
ثم أركبها في الإطار الخاص بالكؤوس البلاستيكية، وأعطي هذا الإطار إلى الخلية اليتيمة التي شاهدناها من قبل لكي تقوم بتربية الملكات. وبارك الله فيكم أصدقائي الكرام، يلا سلام.